التعاضديه واللي منخرطها اللي عددهم يفوق 250 الف منخرط. وعلى هذه لازم التعاضديه الاجتماعيه اللي في الجزائر اللي عددها حوالي 29 تعاضديه اجتماعية تضم في مجملها حوالي مليون ونصف منخرط في مختلف التعاضديات، يجب عليهم أنه يحدوا هذا المنحة وين يعزوا النظام التكميلي للضمان الاجتماعي، وفي نفس الوقت يعملوا على تشييد مرافق لمنخرطهم اللي تدخل في إطار النشاط الترفيهي والاجتماعي للمنخرطين لهذه التعاضديات. وفي الحقيقة التعاضديات الاجتماعية نشاطها ونشاط مكمل للضمان الاجتماعي، ف يعني القيمة الأساسية التعاضدية الاجتماعية التغطية التكميلية لنشاطات لتغطية الضمان الاجتماعي للمواطن الجزائري. لازم هذه التعاضدية الاجتماعية تنحو هذه المنحة وتقوم بدورها الأساسي في إطار العملية التكميلية للضمان الاجتماعي، وكذلك تأسيس مثل هذه الإنجازات اللي راح تزيد تخلي توسيع طبقة المشاركين، راح تخلي الناس تتوافد على هذا النظام التكميلي، وهذا هو الهدف تاعنا وتعزيز منظومة الضمان الاجتماعي مثل هذه الأدوات اللي هي مفخرة للجزائر، مفخرة للنظام الضمان الاجتماعي.